ورجعنا لكم مرة تانية عشان نكون معاكم، ويعني سبحان الله شاءت الأقدار أن تكتمل الروحانيات بأذان المغرب بعد أذان العشاء. أذان العشاء، بعد طبعا الفيديو اللي عملناه عن إذاعة القرآن الكريم. إحنا النهاردة المفروض هنستكمل مع بعض حديثنا اللي بدأناه الحلقة اللي فاتت. إحنا اتكلمنا عن حقوق المرأة والطفل بعد الطلاق، وطبعا لأن الموضوع كبير فإحنا نوهنا المرة اللي فاتت على أن إحنا النهاردة إن شاء الله هنكون مكملين معاكم في نفس الموضوع، بس يمكن النهاردة هنتكلم أكتر عن حقوق الأطفال بعد الطلاق. هنتكلم عن حاجات كتير، ناس كتير كلمتني عشان طبعا هم بيسألوا فيها، وعشان كده طبعا احنا بنستأذنكم ان احنا النهاردة اضطرينا نقفل مداخلات تليفونية عشان نقدر نديكم المعلومة طبعا الأكتر والأكبر. احنا معانا النهاردة شيخنا الجليل أستاذ عبد الحميد فودة، إمام وخطيب. الله يبارك فيك. اهلا بحضرتك يا فندم، حضرتك اهلا نورتنا. بيك يا استاذ رشا. معانا استاذ محمد طارق القرموطي، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. اهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا نورتونا. اهلا بيك. طبعا حضرتك يا استاذ محمد كنت معانا الحلقه اللي فاتت بس عن طريق التليفون، فاحنا لان يعني ناس كتير طلبت ان هو يكون معانا النهارده فهو شرفنا، وده طبعا شرف لينا. ومكمل نعم. معانا شيخنا الجليل استاذ عبد الحميد فوده. اعتقد ان الاطفال دول بقى الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش حد يعتبرهم على الهامش. احنا اكيد اكيد يعني لما نقف قدام ربنا يوم القيامه هنتسال عن ولادنا، لان احنا المسؤولين عنهم. فاحنا بنسمع عن حاجات كتير النهارده ما ينفعش ان اب مثلا يتخلى عن اطفاله، ما ينفعش ام ترمي ولادها، ما ينفعش حاجات كتير. فاحنا انا شايفة ان اهم حاجة ممكن نتكلم فيها هي الاطفال، وخصوصا لما المنظومة المتكاملة بتاعت الاسرة للأسف بيختل توازنها بالطلاق. فاحنا النهاردة مكملين معاكم ان شاء الله عشان نعرف ايه هي اهم حقوق الاطفال، ايه هي اهم حاجة نقدر نعملها لولادنا عشان ما يحسوش بالفجوة اللي حصلت في الكيان الاسري بتاعنا. حضرتكم طبعا شرفتونا ونورتونا. الله يبارك فيك. هنبدا ممكن مع حضرتك استاذ محمد، حضرتك تقول لنا ايه هي اهم حقوق الاطفال بعد الطلاق؟ طبعا بشكر حضرتك جدا على تحت الفرصه للبرنامج. طبعا نورتنا يا فندم. طبعا يا فندم بنتك صح، وبرضه بشكرك جدا على المقدمه الجميله الخاصه بإذاعة القرآن الكريم. اكيد بصراحه يعني دي اقل حاجه نقدر نقولها. طبعا طبعا ربنا يبارك في حضرتك وكل القائمين على هذا الامر. اللهم امين. طبعا المعلوم المعروف طبعا ان الزوجه بيبقى لها حقوق بعد الطلاق، ودي اتكلمنا فيها المره اللي فاتت استكمالا للي حصل. الاولاد بقى لهم حقوق بتبقى اكتر شويه من الزوجه، لان الزوجه خلاص مجرد ان هو انتهى الطلاق بينها وبين الزوج فخلاص انتهى الامر بينهم، ولكن في امر متعلق بينهم وهو الاولاد. أيوة. طب الاولاد دولت لهم، هل لهم لحد سن معين ولا طول العمر، ولا هم لهم يعني لحد سن الزواج بالنسبه للاناث، ولا الاولاد لحد سن 18 سنه؟ أيوة. ده هنبداه من بعد من حالا. بادئ زي بادئ نقول ان في حقوق للطفل. اول حاجه حق المسكن، وحق الماكل، وحق المشرب، وحق التعليم، وحق الرضاعة بالنسبة للطفل الصغير، وحق اللي هو نفقة الشتاء والصيف زي ما بنقول، اللي هي التعليم، الملابس يعني، زي ما بنسميها كده في القانون كسوة الصيف كسوة الشتاء. أيوة فعلا دي حاجة. تمام. طيب نبدأ مثلا بالنسبة للطفل الولد. أيوة. الولد متفق تماما مع البنت، المختلف عليه هل هو سن، السن ده لحد سن كام ما ينفعش ان الاب ينفق عليه، لحد سن كام ما ينفعش الاب ينفق على البنت، يتركه بدون نفقه. ايوه تمام. البنت هي في حضانه والدتها، والابن في حضانه والدته لحد سن 15 سنه بالنسبه للابن، ويخير بعد ذلك. يعني أيوة. بنجيبه نقول له انت عندك 15 سنه تحب تروح مع بابا، ده الولد. واحب. أيوة. تروح مع ماما. ايوه تمام. هو في الغالب طبعا بيختار مع مامته، لانه هو يعني عاش 15 سنه مع مامته الحنيه كلها. أيوة. مش هقدر اقول يعني أكيد أكيد. من 10 الكبار 40 منهم سنه 40 يوم بقى منهم يعني. أكيد. طب بالنسبه بقى للبنت، البنت بتدناها مع والدتها لحد سن الزواج، لان البنت لما تكبر احتياجاتها الشخصيه احتياجاتها هي للأم الام اقرب واحده ليها طبعا من الاب. أكيد أكيد. وخاصه برضو ان الام يعني ممكن ما تتزوجش،
الغالبيه ما حدش بيتزوج يعني، او بيبقى له علاقات او له حاجه زي الاب. الاب دايما في الشغل بيبقى ممكن يتزوج باخرى بحكم ان هو اب يعني، بحكم ان هو شغال وفي نفقات وفي وفي. طيب اول حق له حق النفقه. النفقه دائمه مع الاب بالنسبه للابن الذكر لحد بلوغه 25 سنه في التعليم، ولحد ان هو يلاقي مكسب او عمل ياكل منه عيش. يعني يفضل كده يصرف عليه بالظبط. ودي حتى برضو لو عدى سن ال لحد سن يعني اقصى سن حط يعني البلوغ اللي هو 18 او الرشد 21، لا ده القانون كمان اعطاه لحد سن 25 حتى لو هو في التعليم. اكيد طبعا ما اصل والده يعني الا يعني بعد سن 25 سنه مالوش الحق ان هو يصرف عليه. تمام. طب يعني هيصرف عليه 25 سنه وبعدين يسيبه؟ ما هو يا فندم برضه يعني ما هو اكيد بس يا فندم، بس هو لحد 25 سنه ده اعتقد يعني المفروض يعني ان هو بقى يكون يعني اشتغل وخلص وخلص دراسه وخلص واعتمد على نفسه. ايوه تمام. طيب انت بقى حالات يفضل الاب يصرف على ابنه لو عنده مثلا اعاقه ذهنيه، اعاقه جسميه، اذا كان مريض، اذا كان غير قادر على الكسب، يعني مثلا ممكن يكون مش لاقي شغل. ايوه فعلا مش لاقي شغل خالص وفعلا الظروف اقوى، بس احنا يكون فعل حقيقي. بس هل في الحاله دي بيكون ده بقى يعني من عاطفه الابوه ولا ده ملزم بيه قانونيا؟ الاصل ان الاب ملزم بنفقه اولاده. لا انا بتكلم بعد ال 25 يعني. لا بعد ال 25 ده بقى دي بيبقى حاجه اخلاقيه انسانيه عاطفه يعني عاطفه الابوه بقى قبل يعني اخلاقيه وقبل حاجه دينيا. أيوه. تمام يعني لان هي الرحمه. أيوه. زي ما بيقول هنا اصلا الاصل في الزواج هو الرحمه، الماده والرحمه. أيوة. فمش معنى ان انا اتزوج وانفصل، مش معنى ان انا في مشكله بيني وبين زوجتي ان اولادي يدفعوا الثمن. أيوة. لا ملاش اي ارتباط خالص. وده اللي احنا بنقوله دايما للزوج والزوجه لما يكونوا في المحكمه او بالنسبه ينفصلوا، ودي يا جماعه خلوا الاولاد بره المواضيع، ما تحطوش مشاكل اولاد بينكم. ايوه طبعا احنا بنطلع اجيال معقده نفسيا. احنا هنتسال عليهم قدام ربنا يعني. بنطلع اجيال دلوقتي معقده نفسيا. مين اللي بيشوفوه فعلا؟ وفي ناس على النقيض، ناس محترمه جدا بيتعاملوا بينهم بعضهم كانهم في علاقات ناس. ايوه بيبقوا اصدقاء وبيبقى علاقات محترمه جدا. يعني انا فاكره ان في اول حلقه في البرنامج احنا اتكلمنا على علاقه الرجل والمراه بعد الطلاق، وفعلا احنا قلنا الكلام ده، قلنا ان في يعني اكتر من حد لما بينفصلوا او بيتطلقوا بيحافظوا على علاقتهم عشان خاطر نفسيه الاطفال. جدا. يبقى انا اول حاجه نفقه الطفل، توفير مسكن امن للاطفال طبعا عشان الاطفال دول طبعا هيقعدوا فين يعني؟ مش هيقعدوا في الشارع اكيد. طب ده بالنسبه بصفه وديه. طب لو مش هو ودي بقى نعمل ايه؟ الزوجه طبعا بتحاول ترفع حاجه اسمها تمكين على شقه الزوجيه. تمام. عن طريق اثبات بشهاده الشهود، وده حته يعني للعلم ان اثبات التمكين بيكون عن طريق شهاده الجار، شهاده الجيران المجاورين للشقه الزوجيه. أيه. يعني مفيش حاجه اسمها اقول انا معايا عقد ايجار وانا شقه التمليك بتاع بابايا، زي ما بيحصل في المحاكم وبنشوف ان الزوج بعد ما بيطلق زوجته يبيع الشقه. أيوه. لا كل ده كلام، وخصوصا لو الشقه كمان في بيت اهله القانون ما بياخدش. اعتقد دي بتبقى صعبه شويه برضه يا فندم، حتى يعني لو هي صعبه هترجع ازاي البيت عند اهله؟ ده بيبقى بقى حاله نفسيه ما بين الاب وبين بين الاب وبين ام الاولاد. أيوة. ولكن انا بس عايز اقول ان مهما اتعامل فيها اللعب بالاساليب القانونيه. أيوة. لا يتم التمكين الا بسؤال الجيران، لان هم اكتر ناس يتعاملوا مع الزوج ومع الزوجه. أيوة. فبالتالي ما تجيش تقول لي بقى لما ببيع شقه اغير عقد الايجار، اعمل عقد ايجار باسم والدي، اعمل ايجار باسم واحد. لا، كل ده كلام مرسل لا ينطبق عليه ولا ياخذ. أيوة. ولا ياخذ به النيابه العامه في قرار التمكين. أيوة. وللعلم هو قرار التمكين اسمه قرار وليس حكم، يعني يجوز الطعن عليه بكافه طرق الطعن. يبقى قلنا اول حاجه النفقه، المسكن، المأكل. أيوه. المأكل ده طبعا عشان اقدر اعيش لازم الاولاد يكبروا، لازم يكون في مأكل، لازم ياكلوا. يعني ده ابسط حاجه يعني، اقل حق من حقوق اي بني ادم. ده ابسط مش حاجه مش هنقول اطفال بس يعني، اي بني ادم بما يناسب المستوى الاجتماعي اللي هم عايشين فيه. تمام. ايوه. طب يبقى دول ثلاث حقوق. طب اللي هيدير المنظومه دي مين؟ الام. الام طبعا. يبقى لازم الام ليها اجر. ايوه. لازم هيبقى لها اجر حضانه. ايوه. عشان هي حاضنه للاولاد. أيوة. طيب بالنسبه يبقى احنا قلنا ثلاث حاجات، يبقى ماكل وملبس ومسكن. طب الطفل الصغير اللي لسه بيرضع، يعني اللي هو سن سنتين، اجر رضاعه اللي هو برضه اجر رضاعه. أيوة.
برضه ده ثابت في الدين قبل ثابت بالقانون. تمام. طيب بالنسبه للتعليم برضه زي ما اتكلمنا فيه، التعليم لحد انتهاء المراحل الدراسيه الجامعه، معروف مثلا سن الجامعه بيخلص 22 سنه. طيب رقم 5 وده طبعا اهم من اي حاجه، الزواج. انا دلوقتي عندي بنت، تجهيزها يعني، تجهيزها طبعا. أيوة في أيوة. في الابهات كتير جدا بيهربوا من المسؤوليه ديت. أيوة. وفي الواقع كتير وواقع مرير. يا جماعه استوصوا ببناتكم. أيوة. استوصوا ببناتكم، حرام. ما تخليش يقول لك لا اصل انا مع مامتها، مامتها هي اللي تصرف عليها. ما انت باباها، انت اللي تمضي في الشهاده. أيوة. بتاعه التخرج ان انا بنتي، لو الام ما كانتش بتشتغل وملهاش مصدر دخل اصلا. ايوه تمام. فبالتالي في عبء بيقع بعد الطلاق على الاولاد وعلى الزوجه المطلقه. فنرجو من الاب والام يتفهموا الموضوع، مش شرط نعمل كل حاجه بالقانون يا جماعه. في حاجه اسمها الرحمه، دي نزل لبعض الحقوق. يعني احنا طبعا نحب نسال حضرتك شيخنا الجليل عبد الحميد فودة، يعني ايه حضانه؟ منين جاي اصلا اسم الحضانه؟ يعني انا لما بسمع كلمه حضانه دي بحس ان يعني فيها حضن كده، ان الام بتحتوي اطفالها، ان 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 ما ينفعش ولادي يطلعوا من حضني مهما كانت الاسباب ومهما كانت الظروف اللي حطاني الدنيا فيها يعني، او الاقدار يعني القدر خلاني يعني في موقف معين، حتى لو انا مش بشتغل، حتى لو انا ظروفي على قدي، ما ينفعش ولادي يطلعوا من حضني. فيعني حضرتك نحب نعرف من حضرتك معنى الحضانة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لو سألنا أنفسنا إلى من يأوي الصغير؟ أيوة. أو إلى أين يأوي الصغير؟ حضن أمه. إلى حضن أمه. أيوة. أو حضن من يرأف به. أيوة. ربما تكون الأم قد ماتت، ربما تكون غير موجودة، ربما أيوة تكون أيوة. كذا. فهو يأوي إلى من يرأف به، إلى من يرحمه. أيوة. إلى من يحسن إليه. يعني زي ما نقول إحنا كده مثلا بالعامية بيروح للصدر الحنين. الله يبارك فيك. أيوة. إذن الحضانة هي إيه؟ هي إيواء الطفل إلى الرحمة، إلى الرعاية، إلى الاهتمام، إلى الحفظ، إلى الصون. أيوة. فالحضن، حضن من يحتضن الطفل، يوفر للطفل ايه كل هذه المعاني الجميله التي يحتاج اليها الطفل. ايوه. طيب انت يعني مش عايز اقطع حضرتك، بس انت حضرتك دلوقتي قلت برضو حاجه مهمه جدا، مش شرط تكون ام، ممكن تكون ام مش موجوده. مش موجود. طب يعني ممكن اعرف من حضرتك ايه هي درجات حق الحضانه؟ يعني مين اولى بالحضانه بعد الام؟ الاولى بالحضانه بعد الام الإناث الأقرب إلى الطفل، وطبعا إلى الطفل. إلى أيوة. الطفل، خدت بالك معايا؟ من الناحية الشرعية ممكن تكون أخته. خدت بالك؟ ممكن تكون بنت الأخت، ممكن تكون أم الزوجة نفسها. أيوة. ممكن تكون أم الزوج. طب ترتيبهم إيه؟ يعني يعني لما الام لا قدر الله مش موجوده لاي كانت الاسباب، ترتيبهم ايه؟ يعني مين اللي له الاولويه قبل التاني؟ من الناحيه القانونيه الاستاذ محمد. أيوه. بيقول الكلام ده. ايوه خدت بالك؟ لكن من الناحيه الشرعيه الارأف بالطفل، يعني هي مش مترتبه شرعا؟ لا مترتبه، هي مرتبه. ايوه ما انا بسال على كده يعني. يعني هو ما هو القانون خد من الشرع اكيد طبعا، اكيد وتوسع فيه بعد كده. اكيد اكيد. تمام. فاحنا لو جينا يعني لو قلنا ان الـ الاناث اولى بحضانه الصغير من الاب، هنجد ام الزوجه الاول، الام بعدها ام الزوجه بعدها ام الزوج، بعدين الاب بيجي في المرتبه الايه الرابعه. ايوه خدت بالك؟ الاب. طب لو ده مش موجود كله، سبحان الله سبحان الله. لو ده مش موجود كله، يبقى الاخت الشقيقه، الاخت الاب، خدت بالك، بنت الاخت، وهكذا. الى ان يصل. أيوة. الى اخر واحده من الاناث. يعني ايوه انا ده اللي انا بتكلم فيه، ان النساء دايما هم المستحبين للحضانه. اولى من الرجال. ايوه. طيب متى يلجا الى الرجال؟ في حاله فقد هذه ايه؟ هذه الصلات جميعها. وهي تكون غير موجوده بايه؟ مع الطفل. ايوه.
طب احنا هنستأذنكم، احنا معانا مداخلة، ودي النهاردة هتكون المداخلة الوحيدة معنا في الحلقة، وطبعا لان احنا محتاجين المكالمة دي جدا عشان برضو عندنا اسئلة عاوزين نقولها. احنا معانا دلوقتي استاذ محمود عبد العليم الشرقاوي، مأذون شرعي وماجستير في القانون. الو، السلام عليكم. الو الو، الصوت مش واضح. الو استاذ محمود، اهلا بحضرتك. الو الو، هنستأذن حضرتك بس توطي صوت التلفزيون خالص. الو الو الو، السلام عليكم. اهلا، احنا سامعين حضرتك يا استاذ محمود. الو الو، السلام عليكم. انا اسمع بقى من لا انت حضرتك بس وطي صوت التلفزيون خالص. عارف اسمع مين. الو الو، هو واضح ان الاتصال فصل. يعني معلش، احنا اسفين، هنعود الاتصال تاني بحضرتك مره تانية. اتفضل حضرتك، احنا مكملين. استاذنا الفاضل تكلم في مال الطفل، خدت بالك معايا؟ ايوه. اللي هو الايه، المحتضن في فتره الايه، الحضانه. القران بيقول لنا ايه في هذه القضيه؟ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. ايوه. ببلاش؟ بدون أجر؟ أجر رضاعة. لا. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تضار والدة بولدها. الله. ولا مولود له بولده. شفت جمال ديننا وجمال القرآن وجمال. والوالدات يرضعن. مفصل كل حاجة. يبقى حق ولا مش حق؟ طبعا. لهن وواجب عليهن. واجب. واجب. أيوه. لكن بأجر. طيب هنستأذن حضرتك. أفضل. ألو، السلام عليكم. استاذ محمود، منورنا يا فندم. الله يخليك، ما تسلمش من حضرتك وبهنيك على البرنامج الجميل يا فندم. ربنا يخلي حضرتك. ما ينفعش طبعا نكون في حلقه زي دي وما يكونش معانا مأذون شرعي بصراحه. الله يشرفه قريب ان شاء الله. يا فندم، ده حضرتك تنورنا طبعا وتكون ضيف عزيز علينا اكيد. الله يخليك، ان شاء الله يكون البرنامج اضافه عظيمه للمجتمع. اللهم امين، نتمنى ذلك. دعوات حضرتك معانا ان شاء الله. ربنا معاكم. وبحب ارحب بالضيوف الكرام. أنا الله يبارك فيك يا استاذ محمود. الشيخ عبد الحميد فوضى والمستشار محمد طارق. أنا بعد. الله يعزك يا استاذ محمود. الله يخليك ومشاهدينك الأعزاء كلهم. وأحب إن أنا أتكلم في حاجة يعني أولية، حضرتك اتكلمت فيها اللي هي إذاعة القرآن الكريم. أيوه طبعًا أكيد. أول حاجة إذاعة القرآن الكريم، الإسلام الوسط اللي إحنا بننادي بيه. أيوه. وهي صوت الأزهر. وأول إذاعة تعليمية سمعية موجودة لغاية دلوقتي. بالظبط. أصول المصريين. بالظبط. أيوه. احب انوع عن حاجه بسيطه في الاذان بتاع العشاء واحنا بنسمعه. يا ريت يبقى من اذاعه القران الكريم، صوت اي حد من اذاعه القران الكريم. أيوة. يبقى اضافه جميله جدا واصل من اصول المصريين نحافظ عليه. اكيد طبعا، ولينا الشرف اكيد. وانا كنت بسمح كلكم عن حقوق الطفل بالنسبه للمجتمع. ايوه فعلا، بس احنا قبل ما نتكلم عن حقوق الطفل، يعني انا عايزه اعرف من حضرتك معلومه كده تقولها لنا. يعني النهارده اي زوجين بيجوا لحضرتك عشان الطلاق، هل حضرتك من اجراءاتك ان انت في البدايه بتحاول تصلح ما بينهم، يعني تصلحهم مثلا، تنهي الخلاف، ولا بتتمم اجراءات الطلاق على طول؟ اول حاجه انا بيجي لي حالتين. ايوه. من الاغلب يعني اغلبيه الحالات بيجي لي حالتين. الحاله الاولانيه وهي اللي بقت شائعه دلوقتي في المجتمع، اللي هم بيبقوا جايين اصلا متفقين على كل شيء. متفقين يعني. أيوه. خدت حقوقها وخدت حقوقه، بيبقى فيه على يعني المستشار محمد طارق عارف اللي بيبقى فيه قايمه. ايوه. هي يعني بتروح تستلم القايمه بتاعتها وبتاخد اشيائها وبيجي. أيوة. يعني انا اخر مرحله. يعني بيستفوا كل الامور بتاعتهم كده، بيرتبوها، وبعدين بعد كده بيجوا لحضرتك لمجرد ايه، انهاء العلاقه رسميا يعني. شرعيا ولا بحاول بقى تطلع الابراء يعني. بحاول برضه معاهم بالصبح. اكيد. بقول لهم يعني يمكن يعني ربنا يسهل، وساعات بعض المحاولات بتنفع. ربنا يا رب يزال حسنا. لما يبقى فيه اللي بيصلح يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ربنا يقول لك حكما. الحكم ده من الحكيم. ايوه بالظبط. ويحكم بينهم. ايوه. خد بال حضرتك، فلازم احنا لما يبقى فيه مشكله، اي مشكله، لازم راجل حكيم هو اللي يدخل.
وديار مباشر بين الاطراف. يعني حضرتك يعني تقريبا كده يعني بيتم الصلح يعني نسبة. لو عملنا في المتوسط كده مثلا نسبة. يعني كل 100 حاله طلاق بيحصل فيها كم حاله صلح؟ كل 100 حاله طلاق بالجزء الاولاني اللي بقول لحضرتك عليه بتبقى بسيطه بالنسبه للصلح، لان هم جايين اصلا ناهيين كل حاجه للاسف. ايوه، لكن الحاله الثانيه اللي انا هتكلم فيها حضرتك هم بيبقوا جايين متاثرين، خايفين، متوترين، او مشكله طارئه مثلا، او مشكله جدت عليهم في لحظتها واخدوا القرار يلا بينا احنا رايحين للمأذون، يبقى امر بتاع النرفزه. ايوه بالظبط. ايوه كده، فاحنا بنقعد معاهم، انا بقى بلاحظ وانا باخد البيانات بتاعتي، بحاول انا ايه الاسباب، ايه سبب، فممكن الزوج يكون متاثر، ايه الاسباب، الزوجه، وباخد كل واحد على حده على حده. ايوه وبعرف يعني على ما بتاخد البيانات بقى يعني على مهلك شويه. باخد على ما بتاخد وتدي معاهم في الكلام. انا بمهدهم عشان يبقوا مرتاحين، اللي هو خلاص ده بيبقى اكيد اكيد طبعا، وعشان يراجعوا نفسهم طبعا. أيوة. في شغل عملي انا شغال فيه. أيوة. وهم بيبقوا قلقانين يعني خلاص الموضوع خلاص ما يعني بقى واقع دلوقتي. ايوه طب حضرتك شايف ان الفتره اللي فاتت دي مثلا، لان انا شايفه ان السوشيال ميديا لما دخلت المجتمع غيرت حاجات كتير قوي، ففي خلال الفتره اللي فاتت دي حضرتك شايف ان اكتر حد كان له سبب في الطلاق الزوج ولا الزوجه؟ وحضرتك شايف ايه هي كمان اهم اسباب الطلاق النهارده؟ الزوج والزوجه ده ميثاق غليظ بينهم، ايا كان المشاكل اللي تحصل بينهم، لو المشكله دي خرجت براهم وراحت لانسان مش حكيم ايا كان بقى هو مين، فما بيحاولش يوفق بينهم، لكن طول ما المشكله جواهم ما خرجتش بره حد. ايوه هما بيقدروا يوفقوا بعض مع بعض. يعني حضرتك شايف ان اكتر حد له يد اللي بيدخل مثلا في الموضوع وما بيحاولش يصلح من البدايه وهم لسه كده في بدايه المواضيع؟ مفيش حكمه. الو الو، واضح ان الاتصال فصل، انا عاود الاتصال بحضرتك مره تانية. نستكمل حديثنا طبعا مع حضراتكم واحنا بنتكلم عن الحضانه. تحبوا تضيفوا ايه لموضوع الحضانه؟ يعني شايفين ايه الحاجه المهمه قوي اللي لازم الام تعرفها؟ لازم الاب يكون عارف انه لو طلق مراته ولاده دول لازم هيعمل لهم الخطوات دي. هو مبدئيا موضوع الحضانه ده هو يعني زي ما فضيله الشيخ تكلم طبعا تمام، هو ركن شديد للام. يعني هو مصدر ثقه، مصدر امان الام. يعني دايما الطفل او الشخص حتى الكبير يعني يبقى عنده 60 سنه ويدور على والدته، اول ما بيتخبط على والدته. طبعا احنا ما بنقولش ان الاب له دور كبير جدا جدا جدا، ولكن هو الحنيه كلها بتبقى في الام. طبعا في استثناءات من القاعده طبعا، ودي بتبقى حاجات شاذه، والشاذ طبعا احفظ ولا يقاس عليه. أيوة. طب بالنسبه للحضانه، الحضانه زي ما قلنا بالنسبه للطفله او الطفل، للطفله لحد سن بلوغ سن الجواز، او يعني اعتمادها بقى نفسي او اعتمادها كلي على نفسها. أيوة. او هي من جراء نفسها عايزه تسيب الحضانه بتاعت مامتها او طفل. أيوة. طب بالنسبه للترتيب بقى بتاع الحضانه زي ما فضيله الشيخ قال، هو هنا الشرع بيختلف، القانون بيختلف عن الشرع في نقطه بسيطه جدا، ان الاب مش من ضمن ترتيب الحضانه. الاب بقى مش من ضمن. دي نقطه يعني. طيب نيجي بقى نقول مثلا ترتيب يعني لما تطلق مامتهم مش هتاخد ولادك في حضنه. طيب نقول مثلا معانا بالترتيب الاناث الاول. الاناث الاول الام اللي هي الزوجه يعني. أي. اللي هي في معاديه مطلقه، الام، ام الام، ايوه، ام الاب، ايوه تمام، اخت الام، أخت الشقيقة الأول، وبعدين يعني بترتيب هنا الأم. هنا يعني أدي هنا الزوجة، يبقى أدي هنا أمها. أيوه. هنا ست يعني ست الأولاد يعني أم الأم، يبقى هنا أم مش موجودة، أم الزوج. أيوه. طب نيجي هنا أخت الأم مش موجودة أو موجودة بس في أسباب تمنع. أيوة. الحضانة. بالظبط. أيوة. إن في شروط. أيوه. لازم تكون يا إما مش متزوجة أو متزوجة مع شخص قريب من العيلة أو جزء من العيلة. بالظبط. زي ما إحنا اتكلمنا في الطريق كده. أيوه. يبقى أخت يبقى هنا أخت الأب. طب إحنا عايزين نسأل فضيلة الشيخ عبد الحميد فوضى،
ايه الفرق بين الحضانه والولايه؟ ومن تجوز له الحضانه والولايه؟ وطبعا اكيد الولايه كمان ليها اوجه كتير عايزين نتكلم فيها. الولايه هي القيام على اصلاح امور شخص سواء كان صغيرا او كبيرا. بمعنى ايه؟ بمعنى التربيه، بمعنى التوجيه، بمعنى النصح، بمعنى اداره الاموال. خدت بالك؟ ايوه. ها؟ إيه معنى الحمايه، معنى توفير الامن. دي الولايه. ايوه. تقع على الكبير وعلى الصغير. ايوه. يعني مثلا لما تيجي مثلا في مسائل الزواج. بتتم لكبار ولا للصغار؟ كبار. لكبار. تمام؟ الاسلام ايوه شرع أن يكون للمرأة ولي حفاظا على حيائها وخجلها. مع أنها قادرة في بعض وفي بعض الأحيان إيه بتزوج نفسها. أيوه. تبالك. أما الحضانة زي ما اتكلمنا قبل كده خاصة بإيه؟ خاصة بالصغير. أيوه. طيب توفير أيوه. البيئة يعني تستطيع أن تقول البيئة الناعمة المريحة المصونة للطفل حتى يشتد عدوه. أيوه. حتى يصل إلى سن إيه؟ البلوغ أو إيه السن التي حددها القانون والشرع للبنت وللولد. كما تحدث الأستاذ إيه؟ محمد حفظه الله تبارك وتعالى. في نقطة مهمة قبل ما نمشي من هذه المسألة. الأساس الذي يتعامل معه المطلق مع مطلقته أو مطلقته لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن. يبقى دي تربية لمن؟ للرجال. ايوه. اسكنوهن من حيث سكنتم. بالظبط. المستوى اللي انت عايش فيه. نفس المستوى الاجتماعي. ايوه. لانها ام اولادك. اكيد طبعا اكيد. وترعى اولادك. وتصنع ما لا تستطيع انت ان تصنعه. ايوه. يعني احنا بيبقى في البيت والطفل بيبكي. والام والاب نايمين. من الذي سيقوم على رعايته؟ ايوه. الام. طبعا اكيد. من الذي سيسارع؟ ايوه. للقيام بشؤونه الأم. تمام. طيب احنا في الخمس دقايق اللي باقيين من البرنامج عايزين لان بصراحه دايما الحديث في المواضيع دي يعني بحس الوقت بيعدي بسرعه جدا. لو بنتكلم على الرؤيه حضرتك ممكن تعرف لنا عشان نعرف طبعا من استاذ محمد بعد كده ايه هي شروطها. الرؤيه هي حق التقاء الاب بابنه الذي في حضن امه. ايوه. حقه انه يشوفه. ايوه. ان يراه ويجلس معه. احنا تكلمنا واحنا جايين ويعني يا ترى ما يحدث من ان يبقى مكان محدد وزمن محدد وكذا وكذا. زي ما مثلا في الحدائق العامه او في نادي او ايوه لماذا لا يكون ايوه في يوم الرؤيه هذا ان يذهب الطفل مع ابيه لقضاء يوم كامل. أيوه. لتوطيد العلاقة برضا الأم. وطيب خاطرها. أيوه. هذا سينتج عنه. طب ما هو معلش يا فضيلة الشيخ يعني معلش ممكن يكون الأب مثلا متزوج من زوجة تانية ممكن يكون يستطيع أن يصحبه يا أستاذتي الفاضلة يستطيع أن يصحبه في نزهة في أي مكان يعني يخرج معاه في أي مكان بره يعني خد ابنك أو بنتك وقضي معاهم اليوم في أي مكان ويكون مثلا بشكل خاص ما بينكم. نحن نتكلم من الجانب الانساني. ايوه. الجانب القانوني اللي بيتكلم فيه الاستاذ محمد. ايوه. نتكلم من الجانب الانساني الذي يؤثر تاثيرا ايجابيا في الطفل. ايوه. بل ويحسن العلاقه بين الاب والام. ايوه بالظبط. لان طيب نعرف من حضرتك شروط الرؤيه. هو طبعا مبدئيا من ناحية الانسانيه. أيوه. انا متفق تماما مع فضيله الشيخ. هو يقصد الاستضافه. ايوه. تمام. لسه قانون الاستضافه مش موجود. انا ما ينفعش كأب اشوف ابني لمده اسبوع ساعه او ساعتين في جنينه او في نادي واقول ان ده اب.
لا انا لازم احس بمدى الولايه بتاعتي، لان الولايه حق للاب. طب شروط الرؤيه، الرؤيه اولا لازم تكون في مكان رسمي او حكومي زي نادي او حديقه عامه او مكان اتفق عليه الزوج والزوجه. يعني ممكن يبقى تبقى الرؤيه رسمي يعني عن طريق المحكمه، يعني بيحددها من الساعه 3 للساعه كذا مثلا بنادي كذا او مركز شباب كذا او كذا. هو ايه الفكره بالحاجه الاجتماعيه؟ ان يكون تحت عين وحرص المدير عشان يحصل للمنازعات الاسريه بين الزوج يعني بين الرجل والمراه او الام بيحصل كتير منازعات، ان هم بعيدا بقى عن اي حاجه، ان ابني معايا بس ده حق بابا انه يشوفه طبعا، فيشوفه بس يعني طبعا بيحصل بقى طبعا. خد بالك وانت قاعد مع قاعدين على ترابيزه كده وعمالين بنشرب عصير الكلام، لازم الاب برضو اكيد يعيش مع اولاده. خلينا واقعيين. ايوه الكلام حاجه والواقع حاجه تانيه. اما اكيد انا باجي احنا بنشوف فيها ضرب اكيد الام خد بالك من بابا ما تاخدش منه حاجه، ده كله هذا هو المرجو. الاب على فكره انا بحبك بس ماما هي السبب، يبقى احنا بنوصل رسائل لبعض عن طريق عن طريق. نتمنى ان احنا نكون بالاخلاق اللي توصل ولادنا لنفسيه سليمه. لازم ننظر في موضوع الاستضافه وان ناخد كافه الضمانات، ضمن كافه الضمانات على الزوج على الاب، انه برضه حقه، لان في ابات لحد الان مش عارفه تشوف ولادها. ايوه تمام. فنرجو طيب بكده. ممكن اعرف من حضرتك حكم الشرع سريعا في الام اللي بترفض الرؤيه للاب؟ يعني هي عاصيه ايوه لربها، ظالمه لولدها ولمطلقها. ايوه دي ما فيهاش كلام. انت بالك باختصار شديد، عاصيه أيوه. لربها، ظالمه لولدها ولابي. طيب استاذ محمد، يا ترى لو الابناء اضطروا للسفر مع الام لايا كان بقى السبب، ايا كانت الاسباب، من حق الاب ان هو يمنع سفرهم ده عشان هم هيتحرم من رؤيتهم؟ قانونا من حق الاب، لان اصلا الولايه الاصلي فيها للاب. ايوه فهو استثناء على الاصل بنبدا ناخد حاجه اسمها طلب للقاضي في محكمه الاسره، يعني مثلا بسفر الاولاد مع والدتهم للدراسه للتعليم للفسحه، بحيث هذا لا يؤثر على الرؤيه. ايوه زي ما قلنا قبل كده برضو الولايه حق للاب، زي برضو الولايه التعليميه، هي احنا بننتعز احنا بنزعها من الاب عشان الام هي اللي معاها الاولاد، فده لا يجوز للام السفر بالاولاد الا بعد موافقه الاب. طيب شيخنا الجليل، لو الطفل هو اللي رفض الرؤيه لاسباب يعني متعلقه بالطفل نفسه، لا يجبر عليها. لا يجبر عليها؟ طفل القاضي بيساله ايوه ويتكلم معه ايوه وينصحه ويوجهه، يعني ممكن عواطف الطفل توجهه لان هو انا مش هشوفه مش عايز اقابله. هو الشرع بيقول ايه؟ الحفاظ على الطفل أيوة. نفسيا وبدنيا وصحيا. ماذا لو كان الاب شاذ يعني يعيش في المعاصي حلال ايوه خدت بالك، او ممكن تكون قسوة الاب مثلا او قاسي. بعد الاب عن ابنه ايوه خدت بالك ايوه. الامر يتطلب رضا الطفل، طب رفض الطفل لا يجبر لا عليه. يجبر. بصراحه انا سعيده جدا 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 يعني، ومع ان دي تاني حلقه في نفس الموضوع، ومع ان انا شايفه ان في حاجات كتير جدا والله يعني فعلا يعني حلقات كتير ما تكفيهاش. انا سعيده جدا بوجود حضراتكم معانا، سعيده بشيخنا الجليل استاذ عبد الحميد فوده امام وخطيب، واستاذ محمد طارق محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وسعيدة جدا ان انا كنت سعيد معاكم بلقاء النهارده محمد والله. يا فندم انت حضرتك شرفتونا ونورتونا والله نورتونا. وانا سعيدة جدا ان احنا كنا معاكم، ويا رب دايما نكون ضيوف خفاف عليكم ونكون معاكم في كل مشاكلكم وفي اقرب حاجة بتفكروا فيها، وبنناقش كل القضايا اللي بتهمكم، والى لقاء قادم ان شاء الله.